هنتكلم برضو ان شاء الله في المحاضرة دي على الليمفو سنتر اوف ذا ابدومينال فيسر. احنا خدنا البرايت اللي هو ريليتد بالمصل والحاجات دي بنسميها برايت الجدارية. عندنا الليمفو سنتر ده هي الليمفو سنتر اوف ذا ابدومينال فيسر، في ثلاثة ليمفو سنتر، سيلياك ليمفو سنتر وكرانيال ميزنتريك ليمفو سنتر والكودا الميزنتريك ليمفو سنتر. طبعا السيلياك ليمفو سنتر ليمفو سنتر كبير وفي ليمف نود كتيرة جدا، فعندنا الليمف نود احنا اتقسمت ازاي. السيلياك ليمفو سنتر في سيلياك ليمف نود وجاستريك ليمف نود، هيباتيك ليمف نود، اكسسوري هيباتيك ليمف نود، بنكرياتيك وديودينال ليمف نود، يعني خمس مجموعات من الليمف نود. اول واحد عندنا بقى هنتكلم فيها السيلياك ليمف سنتر ده هوت، هنتكلم على الليمف نود اللي موجود. فاول واحده بنسميها اسمه سيلياك ليمف سنتر، هو الحقيقه سنتر فيه حوالي 15 ليمف نود، فاحنا برضه عشان ما نكترش في نعمل عليك اوفرلود قوي يعني، فهنتكلم على باختصار شديد في اول ليمف نودز اللي هي بنقول عليها سيلياك ليمف نودز. فين ده؟ الاحمر ده سيلياك ارتري. السيلياك ارتري دي عليه ليمف نودز او اتنين هم على الجنب، دي ودي اللي هي رقم واحد دي. رقم واحد دي السيلياك ليمف نودز ده اهي بتبقى at the origin of celiac artery، حتى من الاسم هي celiac ليمف نودز يبقى present on the origin of celiac artery. والليمف نود ده هي الافرنت بتاعتها بتاخد من حاجه واحده سبلين، والافرنت في ان شاء الله ترانك هنشرحه بعدها على طول اسمه visceral trunk. يبقى السيلياك موجود على السيل، تاخد من السبلين وتصب في ترانك بنسميه فيسرال ترانك، بس مش عايزين اكتر من كده. ليمف نود رقم اتنين، لا اهي رقم واحد تاني، معلش يعني رقم واحد شرط عشان كنا نسيناها، هي رقم واحد اهي، اسمها ايه دي؟ اتريال ليمف نود. طبعا ده الاسوفجاس داخل على الرومن، ده الرومن بعدين الروتيكولوم بعدين الميزم والابو ميزم اللي هو الاستومك بتاع الرومت، احنا قلنا هندرس لمفاتك رومنت بس. فالاتريال ليمف نود اللي هي واحد شرطة دي مجموعه من ليمف نود موجوده فين؟ اون ذا رايت سايد اوف ذا اتريوم اوف ذا روم، حته المدخل بتاع الروم نسميه الاتريوم، وعلى الرايت سايد بتاعه هلاقي فيه الليمف نود نسميها اتريال ليمف نود. يبقى موجودة فين؟ على الرايت سايد اوف ذا اتريوم بس. والافرنت هي دي بقى ماستر ليمف نود. يعني ايه ماستر ليمف نود؟ يعني هتاخد من كل الليمف نود اللي انا هشرحها لك فيما بعد. فهي هتاخد من الرومن والروتوكرم والاوميزم والابوز، هتاخد منين؟ من الاستومك كلها. فهي الماستر، وعشان كده احنا قلنا كل الليمف نود ماستر الليمف نود بتعمل ترانك، والترانك ده بنسميه لازم تعمل ترانك طالما بتاخد من الليمف نود كتير. فده هي اتعملت ترانك، والترانك سميناه جاستريك ترانك. يبقى نقول تاني الاتريال موجود على الرايت سايد بتاع الاتريال، وتاخد من الروم، والافرنت هتروح عامله ترانك اللي بنسميه جاستريك ترانك. خد بالك بقى، هنخش بقى في مجموعة الرومينال. ادي رقم اتنين، رقم اتنين اهي اللي هي مين؟ اللي هي الرايت رومينال ليمف نودز. رايت يعني ايه رايت رومينال ليمف نودز؟ في الرومن بيبقى في جروف اسمه رايت رومينال جروف، وليفت رومينال جروف، وكرانيال رومينال جروف، وكودر رومينال جروف. مجموعة الجروفز دي بتبقى فيها بلاد فيزس وريليتد، وبيبقى فيها الليمف نودز. ف
فيبقى أول واحدة من رومينال رايت رومينال لمف نودز اللي هي رقم 2 اللي عليهم السهم ده فين؟ عشان أسهل لك أنا مش عايز غير كلمة واحدة. أين الليمف نود دي موجودة فين؟ رايت أون ذا رايت رومينال جروف. أون ذا رايت رومينال جروف. والجروف في أرتر بنسميه رايت رومينال أرتر. يبقى المجموعة بتاع الرايت رومينال ليمف نودز بريزنت إن ذا رايت رومينال جروف. ألونج رايت رومينال أرتر. الأفرنت هياخد منين يعني؟ من الرومي. والإفرنت إحنا قلنا كله على طول على الاتريال ليمف نودز. اكسسوري رايت رومينال ليمف نودز فين؟ رقم 3 اهي. مجموعه دول 2 او 3 اهم، رقم 3 دول موجودين فين؟ في الموست كرينيال بارت اوف رومينال جروب. بس هو برضه في رومينال جروب بس قدام في الكرينيال بارت اوف رايت رومينال جروب. الافرنت رومين وأوميزا، والإفرنت رايه أتريال لينفنود زي ما احنا ماشيين أتريال لينفنود. في بقى رقم 5 اهي اللي هي ليفت رومينال لينفنودز. الليفت برضو اون ذا ليفت رومينال جروب. يبقى الرايت على الرايت والليفت على الليفت. يبقى اسم ليفت رومينال لينفنودز موجود في الليفت جروف اوف ذا روم. والافرنت هيبقى الرومن والافرنت هي دي على الليفت، فالاتريال على الرايت فبعيد عليها، فتدي اللي قدامها. هتدي مين؟ هتدي الكرينيال رومينال ليمف نودز. طب فين الكرينيال رومينال ليمف نودز؟ 4 5 فين؟ انا مش شايف 5. الله ايوه 5 هتطلع من هناك بالاحمر اهي. اللي هي مين دي؟ اللي هي الكرينيال رومينال ليمف نود. يعني في رايت وليف وفي كرينيال ليمف. الكرينيال ليمف نود دي موجوده في الكرينيال رومينال جروب. كرينيال رومينال جروب تاخد من الافرنت رومين، والافرنت هتروح للاكسسوري رايت رومينال ليمف نودز. هتروح للاكسسوري رايت رومينال ليمف نودز. ناخد بعد كده بقى اللي هي الرقم 6 اللي هي بنقول عليها ايه؟ ريتيكولار ليمف نودز. الريتيكولار ليمف نودز فين؟ بنقول ان هي موجوده عند الجانكشن اللي هو بتوين الريتيكولم والاوميزا. والافرنت هيبقى الريتيكولم واوميزا، والافرنت اتريال ليمف نود. الاوميزا بقى ليمف نود اهي. اوميزا ليمف نود اللي هي رقم 7 اهي. اوميزال اهي. اوميزال ليمف نود ديت هتبقى على الاوميزا، هي اسمها اوميزال ليمف نود. اوميزال ليمف نود اون ذا اوميزا الونج ليفت جاستريك ارتر. والافرنت هيبقى الاوميزا، والافرنت هتبقى اتريال ليمف نود. في بقى بعديها دورسال ابوميزال ليمف نود. ده طبعا الابوميزا على الدورسال او على الدورسال بوردر بتاعته او الليسر كيرفيتشر بتاعه، بلاقي في مجموعه من الليمف نود بنسميها ايه؟ دورسال ابوميزيال ليمف نود. يبقى فين؟ اون ذا ليسر كيرفيتشر اوف ذا ابوميزا. الافرنت هتبقى الديودينم والابوميزا والاوميزا. الافرنت مش هتحط، مش ودي بقى في الاتريال ليمف نود، لا هتدي الهيباتيك ليمف نود. هتدي الهيباتيك ليمف نودز. في بقى رقم 9 اللي هي اسمها ايه بقى؟ فنترال ابوميزيال ليمف نود. موجوده فين؟ اون ذا جريتر كيرفيتشر اوف ذا ابوميزا. على الفنترال كيرفيتشر او فنترال
border او في الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ابوميزا. هتاخد طبعا من الابوميزا مورديودينم والافرنت هتروح على الهيباتيك ليمف نودز مباشره. فين بقى اتنين ليمف نودز اللي هي الرومونو ابوميزا رقم 10 دي انا هشوفها في اللي على الليفت سايد اللي رقم 10. شوف اسمها ايه؟ اسمها رومينو ابوميزال ليمف نود. رومينو ابوميزال ليمف نود دي فين؟ بتوين الابوميزم اند فنترال ساك اوف ذا روم. والافرنت هتبقى الرومن والابوميزم والريتيكولا، والافرنت هتروح للريتيكولار ليمف نود. في بقى واحدة تانية ريتيكولو ابوميزال اللي هي رقم 11 اهي، ريتيكولو ابوميزال ليمف نودز فين؟ اون ذا ليفت سايد بتوين الرومن والريتيكولم والاوميزم والابوميزم، يعني في زاوية بين الاربع بارتس بتاع الاستومك. والافرنت هتاخد من الرومن والريتيكولم والاوميزم والابوميزم، والافرنت هتروح فين؟ للريتيكولار ليمف نودز. ريتيكولار ليمف نودز دي اللي هي المجموعه بتاع ليمف نودز. هنكمل كلامنا برضو، هناخد بقى بعد كده الهيباتيك ليمف نودز. الهيباتيك ليمف نودز، هيباتيك نودز دي موجوده فين؟ موجودة فين؟ في السهل جزء بتاع الليفر على الفيسر السيفس اوف ذا ليفر، بيبقى فيه حاجة اسمها البورتا هيباتس او الهيباتيك بورت، اللي هو المكان اللي بيخش منه البورتا فين يخش فيه الليفر. ففي ريليتد للبورتا فين في البورتا هيباتس بلاقي مجموعة من الليمف نودز دي بنسميها هيباتيك ليمف نودز. يبقى الهيباتيك ليمف نودز ديت موجوده اون هيباتيك بورتال. الافرنت بتاعتها ليفر، بنكرياس والديودينم. والافرنت دي هتعمل ترانك بنسميه هيباتيك ترانك. في عندنا اللي بعديها واحد هيباتيك، في عندنا بقى اكسسوري هيباتيك ليمف نودز. الاكسسوري هيباتيك نيرف نودز موجوده فين؟ موجوده على الدورسال بوردر اوف على الدورسال بوردر اوف ذا ليفر، على الدورسال بوردر اوف ذا ليفر نير تو ذا كودال فينا كاف. كودال فينا كاف بيبقى ماشي ايه جنبيها، ودي بتبقى موجوده على الدورسال بوردر. والافرنت هيبقى الليفر، والافرنت هيروح دي الهيباتيك ترانك. في عندنا بقى الاخر حاجه اللي هي المجموعه دي بنسميها بنكرياتيكو ديودينال ليمف نودز، بتبقى موجوده دي البنكرياس وبين التو لوبس اوف ذا ديودينم، وهي رقم 3 ده. فدي موجوده بنقول ان هي موجوده بتوين البنكرياس والديودينم، وبتاخد من البنكرياس والديودينم وبتصب فين؟ في الانتستاينال ترانك. ديت اللي هي المجموعه بتاع السيلياك ليمفو سنتر. السنتر بقى اللي بعد كده اللي هو الكرينيال ميزنتريك ليمفو سنتر، ده برضو من تاني سنتر في الفيسرا او الفيسرا الليمفو سنتر. هيبقى فيها ايه؟ هيبقى في كرينيال ميزنتريك، جيوجينال ليمف نود، سيكال ليمف نود، كوليك ليمف نود. المجموعه دي بنسميها كرينيال ميزنتريك ليمفو سنتر. السنتر التالت بقى كودال ميزنتريك ليمفو سنتر، وبيبقى فيها مجموعه واحده من الليمف نود اللي هي الكودال ميزنتريك ليمفو نود. ايه بقى هنا؟ طبعا اللي هو اللارج انتستين والسمول انتستين، ده الجيوجن، وبعدين ده اليوم يخش على السيكم. السيكم بيعمل بروكسيمال بارت
او انسا بروكسيمالس، وبعدين بيعمل سبايرال بارت اللي هو سنتريبيتال وسنتريفيوجال، وبعدين بيعمل الانسا دورزالس اللي هو دورسال والفنترال بتاعته، وبعدين ده الترانزفيرس كولون والديسندنج كولون والريكت. الكولون هنا في ثلاث اجزاء زي ما ان شاء الله هتشرح لكم بعد كده في الدايجستيف سيستم. الليمفو سنتر ده هو بيبقى فيه مين؟ بيبقى فيه كرانيال ميزنتريك ليمف نود وجيوجنال ليمف نودز وسيكال ليمف نودز وكوليك ليمف نودز. كرانيال ميزنتريك ليمف نودز رقم واحد فين؟ ده اللي داخل على الامعاء عشان الغذاء اسمه كرانيال ميزنتريك ارتري. على الكرينيال او عند الاورجن بتاع الكرينيال ميزنتريك ارتري بلاقي الكرينيال ميزنتريك ليمف نودز اللي هي رقم واحد. يبقى دي موجوده فين؟ ات ذا اوريجن اوف ذا كرينيال ميزنتريك ارتري. الافرنت حاجه واحده اللي هو السبلين، تاخد من الطحال فقط لا غير. والافرنت هتروح لترانك في المنطقه ده هي اسمه انتستاينال ترانك، وهشرحه لك بعد قليل. الجيوجنال ليمف نود ده احنا قلنا على كده ان ده جيوجنم في الميزنتري بتاع الجيوجنم والجيوجنال ارتري، فديا بيبقى عشان نلاقي الليمف نود ده اهي على الميزنتري او بريزنت اون ذا ميزنتري اوف ذا جيوجنم، ولذلك بنقول عليها جيوجنال ليمف نود. يبقى البوزيشن اون ذا ميزنتري اوف ذا جيوجنم اند اليوم، والافرنت جيوجنم واليوم، والافرنت دي بقى كام؟ ده 20 ولا كام؟ اكتر عدد كبير، فبتعمل ترانك لوحدها، والترانك بنسميه جيوجينال ترانك. يبقى جيوجينال ليمف نود موجوده في الميزنتري بتاع الجيوجينال، الافرنت جيوجينال ويلي، الافرنت جيوجينال ترانك. تالت حاجه اللي هي سيكال ليمف نود فين؟ ادي السيكم اهو، وده الاليوم، ففين اهو ليجامنت اسمها اليوسيكال ليجامنت. على الاليوسيكال ليجامنت بنلاقي رقم 3 اللي احنا بنسميه سيكال ليمف نود. يبقى السيكال ليمف نود بريزنت اون اليوسيكال ليجامنت. الافرنت طبعا هتاخد من السيكم والاليوم، والافرنت هتروح للجيوجينال ليمف الجيوجينال ترانك. طيب عندنا بعد كده كوليك اللي هو ده هو رقم 4، كوليك ليمف نودز. كوليك ليمف نودز موجود فين؟ على الرايت سايد اوف ذا سبايرال ماس اوف اسندنج كولون. هو الاسندنج كولون له سبايرال بارت، على سبايرال بارت على الرايت سايد بتاعه بلاقي فيه مجموعه من الليمف نود اللي احنا بنسميها كوليك ليمف نودز. يبقى بريزنت اون رايت سايد اوف سبايرال ماس اوف اسندنج كولون. والافرنت هتاخد من ايه؟ هتاخد من الكولون. هتاخد ايه من الكولون؟ اللي هو الاسندنج كولون، وبالذات السبايرال بارت. وبعدين الافرنت هي هتعمل ترانك لوحدها، والترانك بنسميه كوليك ترانك. يبقى جيوجنال عملت جيوجنال ترانك، والكوليك عملت كوليك ترانك. دي اللي هو الكرينيال ميزنتريك ليمفو سنتر، يبقى هو فيها اربعه كرينيال ميزنتريك والجيوجنال والسيكال والكوليك. الاخر سنتر في الفيسرا اللي هو كودال ميزنتريك ليمفو سنتر، كودال ميزنتريك ليمفو سنتر ده في مجموعه من الليمف نودز اسمها كودال ميزنتريك ليمف نودز. موجوده فين؟ موجوده اهي على الميزنتري اوف دي ديسندنج كول، وده الريكتر. يبقى بريزنت اون ذي ميزنتري اوف ديسندنج كولون اند ريكتوم. الافرنت ديسندنج كولون والريكتوم، هي موجوده في الميزنتري بتاعهم هتاخد منهم. والافرنت غيرت المسار بقى، مالهاش دعوه بقى في بالا ترانك ولا حاجه، بتروح على الكودال ميزنتريك ليمف نودز. لا سوري، هتروح على الميديال ايلياك ليمف نودز، هتبعد خالص عن الترانك بتاع الدايجستيف سيستم. يبقى كودال ميزنتريك ليمفو سنتر
في مجموعه واحده من الكود الميزنتري كليمف نود بوزيشن بتاعها على الميزنتري اون ذا ميزنتري اوف ديسندنج كولون اند ريكتوم الافرنت ديسندنج كولون والريكتوم والافرنت هتروح للميديال ايلياك كليمف نود. كده يبقى احنا خلصنا الفيسرال لينف نودز اللي موجوده.